ننتقل طلاب إلى الطريقة الثالثة في حساب تغير الإنتالبي القياسي لتفاعل، وذلك بالاعتماد أو بالاستعانة على طاقة الروابط، طاقة أو طاقات روابط المواد المتفاعلة والناتجة. القانون يقول الدلتا H تغير الإنتالبي القياسي لتفاعل يساوي مجموع طاقات روابط دلتا H B طاقة رابطة B point رابطة مجموع طاقات روابط الطرف الأول ناقص مجموع طاقات روابط الطرف الثاني. طلاب كل ذرتين بينهما رابطة، بدي ما أنسى ولا رابطة. إذا مجموع طاقات روابط الطرف الأول ناقص مجموع طاقات روابط الطرف الثاني. رح ناخذ مثال مباشرة، مسألة جتنا في دورة 2012، احسب تغير الإنتالبي القياسي للتفاعل، وهل هو ناشر أم ماص؟ طبعا لدينا التفاعل HCl بيجينا بشكل منشور زائد C2H4 يعطي CH3CH2Cl. طبعا التفاعل بالاستفادة من جدول طاقات الروابط. طلاب هذا الجدول كمان بيعطيني اياه بنص المسألة. القانون يقول دلتا H تغير الانتالبي القياسي للتفاعل يساوي مجموع طاقات روابط الطرف الأول ناقص مجموع طاقات روابط الطرف الثاني. إذا هو طرف أول ناقص طرف ثاني، متفاعل ناقص ناتجي. طلاب أنا راح أشوف المتفاعل الطرف الأول عندي طاقة رابطة لـ HCl، لـ HCl وحدة. طيب CH وحدة و CH تنتين CH ثلاثة CH أربعة، إذا أربع روابط لـ CH ورابطة لـ CC، بعيد رابطة HCl، أربع روابط CH ورابطة CC، طبعا هاي رابطة مضاعفة. هذا الطرف الأول، شوف أشو كاتبين، انتبهوا دلتا HB لـ HCl هاي رابطة ورابطة لـ CC وأربع روابط لـ CH، الطرف الأول. بندخل على الطرف الثاني، طلاب في عندي خمس روابط CH، وحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، خمس روابط CH ورابطة CC هي رابطة أحادي ورابطة CCl، بعيد خمس روابط CH ورابطة CC ورابطة CCl. شوف أشو كاتبين، إذا خمس روابط CH ورابطة CC ورابطة طاقة رابطة لCCl. طيب الآن طلاب هون في عندي أربعة لCH وهون في خمسة، بنحذفها بتبقى وحدة هون بالطرف الثاني لأنه أنا بالأصل عندي طرح. إذا طاقة رابطة لـ HCl زائد طاقة رابطة لـ CC، نعم ناقص رابطة وحدة لـ CH لأنه خمسة مقابل أربعة بقت واحد بالطرف الثاني، زائد رابطة لـ CC زائد رابطة لـ CCl. أطلب عوض بالجدول اللي أعطيني إياه بعملية حسابية بسيطة، بيطلع معي الجواب ناقص 40 كيلو جول والتفاعل ناشر للحرارة. ناخذ مثال اخر طلاب لنثبت المعلومه اكثر. احسب تغير الانتالبي للتفاعل التالي C2H4 زائد Cl2 يعطي C2H4 Cl2 اعتمادا على جدول طاقات الروابط. طلاب التفاعل بيجينا منشور، هذا C2H4 وCl2 Cl Cl يعطي CHHCl بعدين CHHCl، إذا C2H4Cl2. القانون دلتا H للتفاعل يساوي مجموع طاقات روابط الطرف الأول ناقص مجموع طاقات روابط الطرف الثاني. الطرف الأول في عندي أربع روابط CH، رابطة تنتين ثلاثة أربعة، إذا أربع روابط CH ورابطة CC ورابطة CLCL، نكتبن
أربع فقط رابطة للسي سي هاي مضاعفة وأربع لسي إتش ورابطة لسي إل سي إل. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني أربعة لسي إتش، الطرف الثاني انتبهوا سي إتش وحدة تنتين ثلاثة أربعة الطرف الثاني، وسي سي وحدة وسي سي إل، سي سي إل تنتين. الآن أربعة لسي إتش ورابطة لسي سي ورابطتين لسي سي ال. طبعا هون في اربع طلاب وهون في اربع، وطرح بيناتهم رح مع بعضهم لسهولة الجواب. في تعوض مباشرة نعوض، ما عندنا مشكلة. اذا بنعوض كل شيء بقيمته وبنحصل على جواب عملي حسابي بسيطة، بيطلع ناقص 142 كيلو جول ناقص 142 كيلو جول، والتفاعل ناشر للحرارة، التفاعل ناشر للحرارة. طلابك بكون أكملنا بحث الكيمياء الحرارية.